بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في كل مكان، نحييكم بأجمل تحية في انطلاقة أشواطنا في مساء هذا اليوم. شوط الختام ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، في هذا اليوم الجميل، في هذه الانطلاقات الرائعة، في يوم التميز، في مساء اللقايا. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على الفوز بالرموز، وتهانينا للواثق، تهانينا لكل الأخوة الفائزين. هكذا ينطلق شوط الختام الخاص بالإبكار بهذه الشعارات لتكتمل هذه الفرحة في هذا الميدان وفي هذا المهرجان، بهذه الانطلاقات، بهذا المهرجان الرائع والجميل الذي يحمل معاني المحبة والتلاقي في هذا الميدان، ميدان الشحانية. نعود مشاهدينا الأعزاء، نسير هناك إلى مقدمة الشوط، تقود المشاركات وتتقدم كل المنطلقات. شعار هجن العاصفة يسيطر على المقدمة وتقود المشاركات. السيل على المركز الأول بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما تليها في المركز الثاني وتندفع على ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء. الداودية مشاهدينا الأعزاء تندفع على المركز الثاني، الداودية بانطلاقاتها وتحدياتها. شعار هجن الشحانية يضمر الداودية سالم بن فاران المري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك تتدخل على ما اعتقد انها الظبي، الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مشعان بن سعيد بن غدير هناك الذي يتدخل في هذه اللحظات وتندفع في هذا الانطلاق. بينما المركز الرابع، رابع المراكز، تدخلت الوجبة بشعار هجن الشيحانية يضمرها سالم بن فاران المري. المركز الخامس هنا التدخل من هوايل، هوايل وتحمل شعار هجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، عملاق المضمرين. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس المراكز الأولى، هذه انطلاقات شوط الختام. هذا اسدال الستار على سن اللقاية في مهرجان الشحانية، في مهرجان الشحانية مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة في هذا الملتقى الرائع في عالم الأصالة. الثلاثة كيلومترات تبقت والكيلومترين انتهت في الخمسة كيلومتر في هذه التحديات، ولا زالت اللي في المركز الأول تصيب وتقود المشاركات وتندفع بالمركز الأول. السيل، السيل مشاهدين الأعزاء، تعود ملكية السيل لشعار هجن العاصفة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. الواثق من تضميره يقودها ويدير عنايتها بهذا التألق الجميل في هذا المساء، بينما المركز الثاني الظبي، الظبي على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها مشعان بن سعيد بن غدير على المركز الثاني، بينما الوجبة تأتي في المركز الثالث، الوجبة تندفع على ثالث المراكز بشعار هجن الشيحانية يضمرها سالم بن فاران المري على المركز الثالث. أما المركز الرابع تواجد لمتعبة، متعب انطلقت على رابع المراكز، وصلت متعبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير كذلك يأتي مضمر مع هذا الانطلاق. ننطلق إلى المركز الرابع ورابع المراكز، بنلقى في أول المركز الخامس
المركز الخامس تدخلت الشاهينية بالشعار الأحمر شعار يهجن الرياسة بهذه الانطلاقات والإنجازات في هذا المساء. كذلك راشد بن محمد بالسم المنصور المستحيل قدم كل ما هو جميل في هذا المساء كذلك مشكور يا بسم مع هذا الشعار. الله 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 ملتقى جميل هنا مثل ما اعتدنا بالصدر الرحب في ميدان الشحانية في دوحة المحبة مع الأصالة ملتقى أبناء الخليج في تجمع كبير مشاهدين الأعزاء في انطلاقات رائعة في عالم الأصالة وناموس في هذه التحديات. الوجبة غيرت الوجبة إلى مقدمة الشوط مع شاشة الريان مع هذا الانطلاق على المقدمة. الوجبة من هجن الشحانية تندفع على المركز الأول يقودها في التضمير سالم بن فاران المري على مقدمة الشوط لتختم أشواطنا بالمسك في هذا المساء الجميل. بينما المركز الثاني الظبي على ثاني المراكز لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الشاعر مشعان بن سعيد بن غدير والملحن هناك في ساحة الأدب والشعر وهنا مضمرا مع هذا الشعار. نعود إلى المركز الثالث وثالث المراكز هجن الرياسة مشاهدين الأعزاء. يا سلام يا سلام وصل الشعار الأحمر وصلت هجن الرياسة ووصلت الشاهينية اللي تحمل شعار هجن الرياسة في اللي دولة الإمارات العربية المتحدة. الكيل الأخير والشوط الأخير في انطلاقات هذا المساء الشاهينية مع راشد بالسم المنصوري المركز الثاني. الظبي لا زالت في قمة التنافس على المركز الثاني اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب مشعان بن سعيد بن غدير وصلت على المركز الرابع في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام هناك التدخل في هذه اللحظة من قبل وهايب هناك تنطلق وهايب بهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يقدم وهايب ولكن الظبي في الخمسمية متر الأخيرة. يا سلام يا سلام هذه الظبي انطلقت بالمركز الأول انطلقت بالناموس انطلقت بهذا الاندفاع والانطلاق الجميل. تهانينا من الأعماق لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مشكور يا مشعر مشعان بن سعيد بن غدير يقدم لنا الظبي مع هذا الشوط لتختم أشواط هذا المساء. تهانينا والناموس تهانينا على هذا الرقص الجميل تهانينا لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز الظبي بالمركز الأول. شكرا مشعان بن سعيد بن غدير على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني من هجن الرياسة الذي وصلت في المركز الثاني له الشهامة. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة. المركز الرابع من هجن العاصفة والمركز الخامس نوف من هجن الشيحانية. هكذا كان مسار هذا الشوط وتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني ونعود إلى الظبي الذي قدمت هذا الأداء ختمت أشواطنا بالمسك مثل ما اعتدنا هنا دائم الختام بالمسك في ميدان الشيحانية بهذه الانطلاقات والتحديات مع هذا الأداء الجميل في شوط الختام. هذه الظبي على شاشة التلفزيون تقطع المسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق و29 ثانية و78 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مشكور مشعان بن سعيد بن غدير وصلت في المركز الثاني. الشهامة قطعت المسافة في 7 دقائق و31 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة تهانينا كذلك مشاهدينا متابعينا الكرام على هذا الفوز. بينما المركز الثالث أيضا من هجن الرياسة 7 دقائق و31 ثانية و92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهانينا لكل الفائزين. الميكروفون يعود إلى محمد بريك لمواصلة ما تبقى في هذا المساء. شكرا سعيد بن راشد العويسي. مشاهدينا الأعزاء بهذه النتيجة نصل إلى ختام منافسات هذا المساء وأشواط اللقاية. يسدى الاستتار في هذا المهرجان على أشواط اللقاية ويتجدد بكم اللقاء بإذن الله.